تعليق من ماس ليبروس: أنت تتحدث عن نجاح فرقة نيرفانا وتقول إن ذلك حدث لأن موسيقاهم استجابت للاحتياجات التعبيرية لجيل من الشباب. باتباع هذا المنطق، من فضلك لا تفهمني بشكل خاطئ، هل الريغيتون شائع جدا اليوم لأنه يعكس ويسمح بالتعبير عن مجتمع مفرط في الجنس؟ بهذا المعنى هل سيكون فنا؟ على العكس من ذلك، بدلا من الشعور بأن الريغيتون يمثل مجتمعا متحمسا للجنس، أعتقد أن الريغيتون يمثل مجتمعا مكبوتا يستخدم هذه الأغاني الجنسية للغاية كصمام للهروب. غالبا ما يكون الفن انعكاسا للتخيلات والرغبات والأشياء التي نرغب في القيام بها ولكن لا يمكننا القيام بها. باتباع منطق الفيديو، فإن الريغيتون هو مظهر فني، إنه نوع موسيقي. سيكون مثل قول هل الرسم التجريدي فن؟ حسنا، ليست كل اللوحات، ستكون هناك لوحات تجريدية تزيينية، أو ربما يحب شخص ما رسم الصور المجردة كهواية أو للترفيه. المهم هو ما الذي يحول هذه المظاهر الفنية إلى فن؟ وبالعودة إلى ما قلته في الفيديو، فإن الشيء المهم هو التقدير الذي يشعر به الناس لأغاني ريغيتون. لا أستطيع أن أقول أن ريغيتون بشكل عام ليست فن، لأن موسيقى ريغيتون هي نوع موسيقي، حيث يمكننا التحدث عن مقطوعات معينة من هذا النوع. لا أعرف الكثير عن الريغيتون، أنا لا أستمع إلى موسيقى الريغيتون، لقد سمعت القليل جدا من الأشياء عن الريغيتون وسمعتها في الأماكن التي يعزفون فيها الموسيقى، ويمكنك سماعها في سيارة أجرة أو في مطعم، لكنني لم أجلس أبدا للاستماع إلى موسيقى الريغيتون، ولا أعرف ما إذا كان من الممكن الجلوس والاستماع وتقدير موسيقى الريغيتون، إنها أشبه بموسيقى الرقص، موسيقى الحفلات، ولكن ما يجب القيام به حتى يتم اعتبار الريغيتون فناً هو إجراء تقييم، ومن سيقوم بتقييم تلك القطع؟ حسناً، الأشخاص الذين يستمعون إلى موسيقى الريغيتون، الذين يحبون موسيقى الريغيتون، والذين يقومون بتفكيكها لإيجاد معنى لها، لتحليل الإيقاعات، تحليل التناغمات، تحليل الألحان، تحليل الكلمات، العبارات، ماذا يقولون، نقدر إبداعهم أو نقدر براعتهم أو نقدر طريقة صنعهم. الجمهور هو الذي يحدد قيمة الأعمال الفنية، لكنه جمهور لا يبقى في مجرد استهلاك العمل، بل يحفر وينتقد ويقيم إلى آخره. تعرف الأعمال الفنية بالمعنى المبني حولها. نستخدم الأعمال الفنية ونستخدمها لإعطاء معنى للحياة، للتفكير في أنفسنا كبشر حول القضايا التي تؤثر علينا وتهتم بنا. هذا ما هو الفن. يمكن للفن أن يتخذ أي شكل ويأتي من أي مكان. سؤال آخر مثير للاهتمام هو مسألة الشعبية. لا أعتقد أن الشيء الذي يحظى بشعبية كبيرة له بالضرورة قيمة فنية كبيرة، لأن المنتج قد يكون فارغا. قد يكون هذا الشيء الذي يحظى بشعبية كبيرة كان ناجحا ببساطة لأنه يلبي حاجة الناس، ولكن عندما يتعلق الأمر بمحاولة تقدير شكل ومحتوى هذا العمل، نرى أنه لا يوجد الكثير هناك. لكن بالطبع يمكن أن تكون هناك أعمال فنية رائعة تحظى بشعبية كبيرة. أعتقد أن شعبية المنتج منفصلة عن جودته الفنية. يمكن قول نفس الشيء عن سعر الأعمال. إذا كان العمل مكلف للغاية، فهل هو على الفور عمل مهم؟ لا، قيمة العمل في السوق مستقلة عن قيمته الفنية، هذا واضح. في الماضي كانت الأعمال التي كانت شائعة مثل دون كيشوت من سيرفانتس أو أعمال شكسبير هي الأعمال التي نحتفظ بها اليوم. هناك فنانون آخرون مثل فيرمير لم يحظوا بتقدير كبير في عصره، واليوم هو أحد أعظم الرسامين الذين نعرفهم. هناك فنانون آخرون كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة في وقتهم ولا يتجاوزون وقتهم. من المستحيل معرفة ما سيتم تقييمه في المستقبل، وهو في الواقع تمرين عديم الفائدة. هناك من يقول هذا ليس فنا لأنه لن ينظر إليه في المستقبل على أنه فن. لا يمكننا معرفة ذلك. المهم هو أن نقرر الأعمال الفنية التي تهمنا. ما يعتبره الناس خلال 200 أو 300 عام لم يعد يهمنا. الفنان يصنع الفن لشعب عصره،
وهذا هو السؤال، ما هو فن اليوم؟ نحدد الفن الذي نعتبره ذا قيمة. من بين الآلاف والآلاف من الأعمال الفنية التي تم صنعها اليوم، سيكون عدد قليل جدا من الأعمال التي تستحق العناء حقا، وهو تمرين علينا نحن الأشخاص الذين يحبون الفن القيام به. ما هي الأعمال الفنية التي تهمنا في عصرنا؟